ما تواد اثنان، يعني تحاب اثنان، تحاب اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهم. ما يمكن أن يتفرق اثنان وقد كان بينهما من المحبة والمودة والألفة إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهم، وهذا الذنب قد يكون ظلم، يكون ظلم صاحبه لا يدري ذاك، غافل، فتكون هناك وحشة بينهما، يحصل بينهما وحشة فيفترقان، نسأل الله العافية والسلام. سبب ذلك ذنب أحدثه أحدهم، ومن جملة الذنوب الظلم، كأن يدعي عليه أو يتهمه أو يحسده مثلا فيقول فيه ما ليس فيه، يقول عنه ما ليس فيه، نسأل الله العافية والسلام. وكم رأينا في حياتنا من أناس بينهم من الألفة والمودة والمحبة والاجتماع، حتى إن الإنسان لا يخيل يعني بأنهما توأم، ها، وفجأة يفترقان. سبب ذلك أبدا، لابد، يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول ذنب أحدثه أحدهم، وما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة.